فانا معايا بطاطس مسلوقه ومهروسه، جزر مسلوق ومهروس، تمام، كوسه مسلوقه ومهروسه، ومعايا كمان بسله مسلوقه، تمام، وبرده اتهرست. كل ده كده ممكن تسلقيه مع بعضه في نفس الميه السخنه اللي عليها رشه ملح ولا حاجه، وايه، ويتهرسوا كلهم سوا. انا هنا علشان مطلعه لكم المقادير فعايزه ابين لكم كل خضار لوحده، الكوسه اهي، الكوسه والبسله والجزر والبطاطس، تمام، هتلاقوا كل واحده فيهم ايه، مسلوقه ومهروسه، بس انتوا تقدروا تسلقوهم مع بعض وتهرسوهم مع بعض كده مره واحده. معايا لحمه مفرومه متعصجه، هنحتاج شويه كده من اللحمه المفرومه تكون طبعا متعصجه ومستويه يعني. هنحط رشه بابريكا، هنحط معلقه صغيره من البصل الباودر والثوم الباودر والملح والفلفل، وهنعمل بيهم الاقراص الحلوه دي، وهنغطيهم تغطيه ظريفه قوي من الدقيق والبقسماط طبعا، وبيض مضروب كده متخفف بمعلقه لبن وملح وفلفل، علشان نعملهم زي البانيه كده في الايه، في الطاسه، تمام. بس خلاص انا عايزه احضر هنا بس طاسه كده معايا، وليكن مثلا الحلوه دي، خليها هنا كده جنبي، عايزين نسخنها عشان ننجز وقت. حط فيها زيت مش كتير قوي كده، يسخن بس شويه علشان ايه، الاقراص الحلوه اللي احنا هنعملها دلوقتي تاخد لون. نجيب بقى طبق كبير كده اهو، ونحط بقى ايه، البطاطس المسلوقه المهروسه، وكمان الجزر اهو، والبسله، بسله مسلوقه ومهروسه، والكوسه كده اهو، واللحمه المفرومه كده اهو، وعايزين نحط ملح وفلفل، ملح وفلفل، ونحط كمان بابريكا وبصل باودر وتوم باودر كده، وايه، ونعجن الكلام الظريف ده كده مع بعضه، البسله والجزر والبطاطس والكوسه مع اللحمه المفرومه، هيعملوا لنا عجينه كده حلوه قوي. ممكن تعمليها صوابع زي الكفته، بس احنا هنعملها كده اقراص، هيبقى شكلها احلى، ونخدع بيها العيال برضو وياكلوها، هتبقى ظريفه جدا اهو كده. انا كده ايه، عجنتهم مع بعض كلهم، هبتدي بقى اخد منهم كده ونعمل بقى ايه، قرص كده ظريف اهو بالشكل ده، فاهمين قصدي، ادي قرص الخضار، حلو قوي 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 وسهل جدا. اوكي، هنعمل واحد كمان، بس اشيل البوله دي هنا كده عشان اوريكم شكله. لما نجيب طبق هنا كده، ادي قرص اهو، نعمل لنا واحد كمان، طبعا بيبقى فيه لحمه مفرومه كمان فبيبقى لذيذ قوي، والخضار كله مع بعضه كمان لما هنحط له دلوقتي البيض والبقسماط ويتقلي كده زي البانيه، محدش هياخد باله قوي، هينبسطوا بطعمه من غير ما يبقوا متضايقين، ايه ده، هو ده ايه يا ماما، لا، وادينا لهم الغذاء في الاقراص دي كده. عايزه اجيب شوكه، انا معايا بقى التغطيه اللي احنا هنعمل بيها البيضه دي، بعيده قوي، هنط بقى عشان اجيبها، تعالي، بيضه متخففه بشويه لبن، هنحط لها ملح وفلفل وفلفل، والدقيق برضو الظريف ده هنحط له بصل بودره وتوم بودره وملح وفلفل وبابريكا، عشان برضو يعمل لنا طعم ظريف للبانيه ده، وملح وفلفل، تمام، هنقلبهم كده مع بعض، ومعانا البقسماط، وادي البيضه اهي، هنخفقها بالشكل ده، وطبعا بعد ما نغلفها يفضل ان احنا نشيلها في الثلاجه مثلا ربع ساعه، عشان بس التغليفه اللي احنا عاملينها عليها تمسك. هناخد الاقراص الحلوه دي هنحطها كده في الدقيق
نمررها حاجه خفيفه خالص كده في الدقيق، وبعد كده في البيض، وبعدين نشيلها على البقسماط كده اهو بالشكل ده اهو. زي ما قلت لكم يفضل ان انت تسيبيها يعني 10 دقائق ربع ساعه بس في الثلاجه. هاتها لنا كده اللي في ايدي دي يا استاذ احمد لو سمحت. 10 دقائق ربع ساعه بالكثير مش اكتر من كده، تمسك بس كده نفسها وتظبط ونقليها في الزيت. طبعا انا معانا شويه من هذه الاقراص بس تكون طالعه من الثلاجه اهو، ونحطها في الزيت. مش لازم يكون الزيت غزير يعني، بصوا يا دوب كده يغطي لنا الاقراص الحلوه دي، ياخد لون خفيف ونقلبه الناحيه الثانيه وبس خلاص اهو. بصوا يا جماعه ظريفه جدا جدا، وهتلاقوها بقى اخدت لون حلو وطعمها من جوه ظريف. عايزين تضيفوا لها جبنه كمان تعمل قلق شويه، ممكن شويه جبنه مبشوره شيدر او جبنه رومي كده يعني، ممكن تعملي انت التاتش بقى اللي هو ده يعني. احنا عاملين طبق كبير هناك، استاذ احمد هيجيبه لكم حالا. وصفه سهله، جربوها وان شاء الله تعجب الولاد وياكلوا الخضار بالطريقه دي ما يبقوش متضايقين. شبه البانيه كده، بصوا خطيره. جربوها بقى وابعتوا لي قولوا لي ايه رايكم.